لا تخاف، الناس ما راح تحكي على اللي بجيبه فلوس وعنده سلاح. الناس دائما تتمرجل على الفقير. هاي شكو؟ ما يصير هذا الكلام. جواسيسهم وين؟ مخابراتهم وين؟ الناس شو تقول علينا؟ انت حلو تحكي يا ولد. انتباه انتباه انتباه. فضيحه قدام الناس، والله فضيحه. ما حد يحكي من مكانه بدون اذن. انا سيد هذا البيت.